حرارة. نبكي بحرارة باسكو خرجوني من السيل وانا عندي نلعب بناقي بثلاثة. والله ما نبي لعبنا بثلاثة ولا بالجماعة. خرجوني من السيل وانا شارعوا لي وانا ما درت حتى حاجة. حق المصحف تاع ربي ما درت حاجة. تحكي على حادثة تعاون الملعب. ماشي مع لابوليس كانوا ثلاثة لابوليس قال بيشاوشي ضربنا بدبزة وانا والله العظيم ما رفت يدي. ماذا بها بديت تبكي؟ ايش وراتني امي دخلت للسيلو في حياتي ما دخلت لا جوستيس في حياتي ما دخلتها دخلت ديك للسيلو نحاول كلش قال لك قلت لهم يا ودي انا ما درت الملعب لا لا كنت رايح نونطريني كنت رايح نونطريني قلت لهم انا دوك نجي تروح لا جوستيس شوفوا البروسي ولا روح للسطار قالت لي اوكي دخلوني من 8 تاع من 9 تاع الصباح حنا في السيلو حتى 3 تاع العشيه والناس عقلوك ف عقلوني عرفوا لي قال لي قلت لهم والله ما درت حاجه قلت لهم بالك قيس تقول اسمح لي انت ما درت حتى حاجه انا عارف روحي تو كنت درت حاجه نقول لك يا سيدي الرئيس درتها ما هذيك غاطني هذيك شغل قالت لك شغل حرق الان مازال تحرقني في قلبي باسكو حاجه ما درتها هذا هو السبب الحقيقي فوز هذا هو السبب الحقيقي ما عندي حتى حاجه لانه الناس قالت على جال شتم تاع الوالد بدا يبكي في نورمال هذا هو السبب الحقيقي لا هذا هو السبب الحقيقي تاعي كي دخل للسيلونه وخرجوني لا شيء عطني عمري حاجه ما درتهاش على الدخل قلت لهم انا ما درتهاش كون درتها نقول لك درتها نعرف روحي كي نضرب نقول لك ضربت كي ما ضربتش والله ما ضربتها وشهدوا عليا في ثلاثه على حاجه ما كانش وانا ما درتهاش والحمد لله جزت. الحمد لله كل شيء يفوت في الدنيا الحمد لله.